بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى في حق إبراهيم: إذ جاء ربه بقلب سليم. القلب السليم هو الذي سلم من الآفات، من الحقد والغل والحسد، وكان خالصا لله عز وجل، محبا لله ورسوله، ومحبا لعباده المؤمنين، ومحبا للأعمال الصالحة. هذا هو القلب السليم. نعم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبر الله، ومن كل شهوة تعارض أمر ربه، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة البرزخ، وفي جنة يوم المعاد. نعم. ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد، والإخلاص يعم. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لأشخاص لا تحصر. ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يلح على ربه دائما، ويسأله أن يهديه الصراط المستقيم. فليس العبد أحوج إلى شيء منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع منها، فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، وهو من الصراط المستقيم وإن عجز عنه. وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده، كسلا وتهاونا أو لقيام مانع وغير ذلك. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، والمستقيم هو المعتدل، والمراد به الطريق الموصل إلى الله عز وجل وإلى جنته، هذا هو الصراط المستقيم. فإذا هداك الله للصراط المستقيم وصلت إلى الجنة، وإذا أخطأت الصراط المستقيم فإنك تكون إما مع المغضوب عليهم وإما مع الضالين. وهذا مطلب عزيز، تلح على الله جل وعلا أن يهديك صراطه المستقيم، لأن أكثر الخلق ليسوا على الصراط المستقيم، وإنما عليه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيق. صراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليه، فمن أنعم الله عليه فهو على الصراط المستقيم. نعم. وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده، كسلا وتهاونا أو لقيام مانع وغير ذلك. وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم بشروط الإخلاص فيه وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه. وهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل ومستكفل. يعني أن الإنسان على في هذه الدنيا معرض للآفات، الآفات القلبية والآفات البدنية، لكن الآفات القلبية أشد. الآفات التي تصيب قلبه
تصرفه عن الله عز وجل أو تمرضه أو تميته أشد من الآفات الجسمية التي تصيب جسمه فتعيبه أو تفسده. نعم. وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك كله، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك. العبد لا يستطيع الثبات الهداية ولا يستطيع الثبات إلا بإعانة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع إلا بالله عز وجل، ولو أراد فإنه لا يستطيع إذا لم يساعده الله ويعينه. ولذلك إياك نعبد وإياك نستعين، استعينوا بالله واصبروا، فلا بد من العون من الله عز وجل، ولو أنك وكلت إلى نفسك لم تستطع. نعم. وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك كله، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم فأعادهم إلى طباعهم وما جبلت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم قضاءه وقدره وأمره ونهيه، فالرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم قضاءه وقدره. إن ربي على صراط مستقيم، طريق واضح. نعم. وأمره ونهيه، فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ورحمته، ويجعل الهداية حيث تصلح، ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل. وذلك موجب الصراط المستقيم الذي هو عليه، فهو على صراط مستقيم. الهداية إلى الصراط المستقيم يتضمن الدلالة عليه والتثبيت عليه. قد يعرف الصراط المستقيم لكنه لا يسير عليه، بل تميل به شهواته ورغباته فلا يسير عليه وإن كان يعرفه، وهذا من المغضوب عليه. وقد لا يعرف الصراط المستقيم ويعمل على جهل، وهذا هو الضال، هو الضال. فلا بد من أمرين: معرفة الصراط المستقيم ثم الثبات عليه. وهذا هو معنى اهدنا، أي دلنا وأرشدنا وثبتنا على الصراط المستقيم. نعم. ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حجة منه وعدلا، وهدى من يشاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا، ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته، ثم صرف عنه في الدنيا وأقام عليه من أقام في الدنيا، وجعل نور المؤمنين به وبرسوله وبما جاء به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرا لهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر، وحفظ عليهم نورهم حتى يقطعوه. كما أن في الدنيا صراطا مستقيما، كذلك في الآخرة صراط ينصب على متن جهنم يمر عليه العباد على قدر أعمالهم. فمن كان في هذه الدنيا على الصراط المستقيم فإنه يعبر على الصراط الذي في الآخرة، ومن كان على غير الصراط المستقيم في هذه الدنيا فإنه يزل على الصراط الذي في الآخرة. نعم. وحفظ عليهم نورهم حتى يقطعوه، كما حفظ عليهم الإيمان حتى لقوه، وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه، كما أطفأوا نور آياتهم من قلوبهم في الدنيا، وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما تخطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه، وجعل سيرهم عليه على قدر سيرهم وسرعتهم إليه في الدنيا، ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا، وحرم من الشرب منه هناك من حرم نفسه من الشرب من شرعه ودينه ها هنا. فانظر إلى الآخرة كأنها رائعين، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين، تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه
أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها، وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدها. فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة، وبالله التوفيق. نعم، هذه الدنيا هي دار العمل، هي دار العمل، إذا فاتت السعادة كلها، من ضيعها في الغفلة واللهو والمعاصي والغفلات ضاع في الآخرة، ومن حفظها واستعملها بطاعة الله سعد في الآخرة. هذه الدنيا ما ليست سهلة، وإن كانت قصيرة، وإن كان عمر الإنسان فيها قصيرا، فإنها لها أهمية عظيمة. حياتك في هذه الدنيا هي مناط سعادتك أو شقاوتك، فإذا ضيعت الدنيا ضاعت الآخرة، فإذا حفظت الدنيا حفظت لك الآخرة، وإذا انتهى أجلك فلن تعود إلى الدنيا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقنا من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ما يفكر الإنسان إلا عند الموت، إن كان محسنا تمنى أنه يزيد من الحسنات، وإن كان مسيئا طلب الرجوع إلى الدنيا ولن يرجع. فرصتك هذه الحياة التي تعيشها، فاحتفظ بها واحتفظ بعمرك واحتفظ بحياتك، ولا تضيعها في الغفلة والإعراض ونسيان الموت ونسيان الآخرة. نعم. فصل. ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها، ونحن نذكر فيها بعون الله فصلا وجيزا جامعا، فنقول أصلها نوعان: ترك مأمور وفعل محظور. المعاصي تتفاوت، بعضها كبائر وبعضها صغائر، بعضها موبقة وبعضها إثم، وهي تتفاوت، وهي تتكون من شيئين: إما ترك واجب وإما فعل محرم، ما تخرج عن هذا التقسيم، إما ترك واجب وإما فعل محرم. نعم. أصلها نوعان: ترك مأمور وفعل محظور، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه أبوي الجن والإنس بهما، وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن. نعم. أحسن الله إليك. وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلوب. نعم. وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه، وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم. ثم هذه الذنوب تنقسم إلى 4 أقسام: ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية لا تخرج عن ذلك. ثم هذه الذنوب تنقسم إلى 4 أقسام: ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية لا تخرج عن ذلك. فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية، يعني ذنوب الملوك، ملوك الدنيا، ملوك الدنيا. فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت. نعم، لأن الإنسان إذا صار له سلطة يتجبر ويتكبر وينازع الله جل وعلا في صفاته، فيستكبر ويتكبر ويتجبر على الناس ويظلم. هذه الذنوب الملكية. نعم.
كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو بغير الحق واستعباد الخلق ونحو ذلك. ويدخل في هذا الشرك بالرب تعالى، وهو نوعان: شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه، وشرك به في معاملته، وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن كان قد أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره، هو الرياء، الرياء والسمعه. نعم. وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب ويدخل فيه الشرك، هو أعظم أنواع الذنوب. إن الشرك لظلم عظيم، هو أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. نعم. وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب، ولذلك قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وأكثر الناس ما يهتمون بالشرك ولا يسألون عنه ولا يبحثون عنه، لأنه لا يهمهم، يقعون فيه وهم ما يدرون أو يدرون. نعم. وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره. نعم، بل القول على الله بلا علم أعظم من الشرك. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وجعل القول عليه أعظم من الشرك. نعم. ذلك بأن يقول هذا حلال وهذا حرام من غير دليل من الكتاب والسنة، يحلل أشياء ويحرم أشياء من غير دليل من الكتاب والسنة. نعم. فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه ربوبيته وملكه وجعل نفسه له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل. فصل. وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعة الله وتهجينها. كل من دعا إلى ضلال ونهى عن الحق فهو شيطان، شيطان من شياطين الإنس، لأن الشياطين على قسمين: شياطين الجن وشياطين الإنس. الذي يدعو إلى الضلال ويدعو إلى الكفر والشرك والإلحاد والمعاصي هذا الشيطان، شياطين الإنس. نعم. والنهي عن طاعة الله وتهجينها والابتداع في دينه والدعوة إلى البدع والضلال، وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه. فصل. وأما السبعية فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين، ويتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان. السبعية هي العدوانية، يعتدي على الناس، هذا فيه من صفات السباع التي تفترس الحيوانات والناس، فهو يفترس الخلق بظلمه واعتدائه، إما بالقتل وإما بالضرب وإما بأخذ المال وإما بإفساد الأعراض وإما. نعم. فصل. وأما الذنوب البهيمية فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج. الشهوانية هذه بهيمية، لأن البهيم لا يهمها إلا ما تأكل وتشرب، فالذي ما همه إلا أكله وشربه وشهواته هذا مثل البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأن الأنعام ما عليها حساب. وأما هذا والبهائم لم تؤمر ولم تنهى، ما كلفت، هذا مكلف ومأمور ومنهي. نعم. ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك، وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية. ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام فهو يجرهم إليها بزمام، فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. ومن تأمل الذنوب يجر بعضها إلى بعض ويسهل بعضها بعضا. نعم. ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته. دهليز يعني وسائل، طريق إلى الشرك. إذا تعود المعاصي جرته إلى أعظم
منها وهكذا. نعم. فصل. وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. نعم، قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. فدل على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، نكفر عنكم سيئات، هذا غير الكبائر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، واللمم هو صغار الذنوب. قال الله جل وعلا: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ثلاثة أنواع: الكفر والشرك، هذا أعظم الذنوب. الفسوق هو الكبائر، والعصيان هو الصغائر. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. العصيان هو صغائر الذنوب، والكفر والفسوق هو كبائر الذنوب، لأن أعظم الكبائر الكفر والشرك بالله عز وجل. نعم. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الشرك والكفر لا يغفر إلا بالتوبة. الشرك والكفر لا يغفر إلا بالتوبة. وأما الكبائر التي دون الشرك والكفر فهذه تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب بها. وأما صغائر الذنوب فإنها تكفر باجتناب الكبائر، وتكفر بالصلوات الخمس، وتكفر بالمصائب التي تصيب الإنسان، لها مكفرات كثيرة. نعم. وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات: إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر ضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. الثانية أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. نعم، نقف عند هذا. مش أول الفصل. وهذه الأعمال المكفرة. لا، الأول الفصل. قد دل القرآن والسنة. نعم، نقف على الفصل هذا لأنه مهم جدا. صلى الله عليه وسلم.